شكرا على اختياركم لراديو أصوات ومرحبا بكم معنا في برنامج لكل أسرة. اليوم الموضوع ديالنا غنتكلموا على تأثير الأعشاب على الكلي, وكنعرفوا جميع بأنه الكلوة هي واحد العضو هام جدا من أعضاء جسم الإنسان, ويعني الكلي عندهم واحد دور كبير جدا, هما المسؤولين على تنقية وتصفية الدم من السموم اللي كتدخل للذات ديالنا عن طريق يعني التغذية, كما أنه الكلي هو اللي كيتحكم في حجم السوائل في الجسم ديال الإنسان وعنده أدوار كتيرة جدا. طيب الكلي خصنا نتعلو فيها, كنا كنعانيو في مرض من أمراض الكلي أو كنا ناس الحمد لله صحيحتنا على ما يرام, ولكن تناولنا للأعشاب واستهلاك الأعشاب بطريقة غير صحيحة ممكن أنها تأثر لنا على الكلي, كيف ممكن تأثر على أعضاء كثيرة في الجسم. هذا هو الموضوع اللي غنتكلموا فيه. معك دكتور عماد ميزان, السلام عليكم, شو أخبارك؟ وعليكم السلام أختي رمياء, تحية طيبة لك ولجميع الأخوات والإخوة اللي كينورونا في هذا اللقاء. مرحبا مرحبا, إن شاء الله نستفدوا مع بعضياتنا إن شاء الله. دكتور عماد أهلا وسهلا. طيب الكلي دورها معروف في الجسم, كتصفي الجسم ديالنا من السموم, كتوزن لنا الكمية ديال الماء ومجموعة ديال المواد في الجسم ديالنا. وأول حاجة غنبدأ بها الناس اللي ما كيعانيو حتى من شي مرض في الكلي ديالهم, الحمد لله الكلي ديالهم سليم, ولكن واش ممكن تناول بعض الأعشاب بطريقة خاطئة دير لنا مشكل ديال الكلي؟ أكيد أكيد, اي حاجه زادت على القياس ديالها واي حاجه زادت على الحاله الطبيعيه ديالها فهي كيمكن تعطينا واحد التاثير اللي هو سلبي. وحنا امه وسط, يعني امه سيدنا محمد, حنا واحد الامه اللي هي وسط, وهذه كتنطبق على جميع الكائنات كيفما كانت, انها كيخص ضروري يكون عندها واحد التوازن. اذا داك التوازن اللي هو فيه طريقة ديال التغذية, طريقة ديال المواد اللي كيدخلوا للدس ديالنا, وكذلك الطريقة كيفاش كنحافظوا على داك توازن الإنسان مع الطبيعة وداخل المنظومة ديال الطبيعة. فأكيد إن إلى وبالفعل إلى استعملنا واحد الأعشاب اللي كتكون هي أعشاب فيها فضلات أو فيها رواسب اللي كتكون سامة, واحد الأعشاب اللي كيكون فيها واحد المركزات كيكون فيها واحد المكونات, خاصة الأعشاب اللي كتكون فيها ما يسمى بالبليزالكالويد, القواعد اللي تكتشفت من طرف علماء كبار وعلماء قدامى يعني عرب على الأساس. فهذا واحد المعلومة اللي العديد ما كيعرفاش, أن العرب هم أول من اكتشف المكونات الأساسية ديال النباتات. عاد من بعد جات قرون وقرون فاش توارثتها الحضارات الأوروبية, ولكن كان العرب هو أول من اكتشف, وخاصة ما يسمى بهذه القواعد ليزالكالويد. هذه ليزالكالويد اللي عندهم واحد القوة خطيرة تأثيرية على الدس ديالنا إلا ما استعملناهمش بواحد الطريقة سليمة, إلا ما استعملناهمش بواحد الدوزاج معين, اللي كيمكن الإنسان توصلوا للموت, لارتفاع دقة القلب, الإغماء, بزاف ديال الأمور. حنا ملي غادي نهضروا على هاد النباتات هادي, فكنلقاو بزاف ديال الناس كيمشيو كياخذوا بعض النباتات ما كيستعملوش بطريقة سليمة. مثلا كاين النباتات اللي كتكون فيها زيوت الطيارة اللي كنا هضرنا عليها, أنها ما كنزيدوا عليها الماء سخون باش كتطلق, دونك لي ليسونسييل. اما الا خديناها مع الماء وطبخناها فوق العافيه فهي كتحول الى ماده سامه, اذا هنا كيولي كيعطينا واحد الرواسب اللي كيمشيو لنا الكلاوي. الا خدينا النباتات لي زاميرتوم اللي كيكونوا حارين وتحس بهم واحد المروريه كبيره, ملي كنطبخوهم كنحسوا بديك المروريه كذلك, فتهادو من النباتات اللي كيمشيو كيعطيونا واحد الرواسب على المستوى ديال الكلي. الا خدينا واحد المواد اكثر من القياس ديالها, مثلا خدينا الكافيين, اذا خدينا القهوه اكثر من القياس ديالها, كتعطينا واحد الرواسب اللي كتمشي الكيلي. الى خدينا المواد الغنيه بالبوتاسيوم, وخاصه المواد اللي كيكون فيها هذه الماده هذه او هذا البوتاسيوم هذا, اللي كنلقاوها مثلا في الافوكا, فالافوكا ما خصناش نفوتوا فيها واحد الحبه في اليوم, لان الا كثرنا منها كتولي كتعطينا هذه الرواسب اللي كتمشي للكيلي. الى خدينا الطماطم اكثر من القياس ديالها, اذا المطيشه ما خصناش نفوتوا بالنسبه للانسان البالغ جوج ديال المطيشات في النهار, فكاين الناس اللي كياكلوا كيلو, فهنا كتمشي الرواسب. الى خدينا مثلا لي زيبيناغ, الى خدينا البروكولي, فهادشي كله خصو يتخذ بالقياس بواحد القيمه اللي كتكون معينه, وهادشي كما قلنا كيمشي في الرواسب. زائد الانسان ما كيكونش كيشرب الماء بزاف, زائد ما نهضروش على السقاطه, ما نهضروش على لي شيبس, ما غاديش نهضروا على المواد المملحه, ما غاديش نهضروا على المواد
اللي لا شاركوتري اللي كتكون مالحه كثيره وكتخذ واحد القيمه اللي هي ماشي معقوله. المواد ديال الحليب والمشتقات حتى هو كيخصو يتخذ بواحد لو دوزاج. فهادشي كامل قلنا كتمشي للكلاوي وكتعطينا الرواسب. ما هي الرواسب؟ ما يسمى بالزوكسالات. هاد لي زوكسالات الا كانت الكلاوي كتخدم مزيان فبحال قلنا العمر ديالها كيزيد ينقص في الاشتغال ديالها. الا عطينا هاد الكميه ديال هاد المواد اكثر من القياس ديالها كانوا الكلاوي بداو كيضعفوا فهنا كيوليو كيعطيونا اشارات لان هاد المواد هادي كتاثر عليهم. كانوا الكلاوي ديجا كيعانيوا من مرض مزمن سواء انهم ما كيصفيوش مزيان سواء القصر الكلوي سواء امراض ديال الكلي. فهاد لي زوكسالات هي اللي كنسمعوا بواحد المقوله معينه كتسمى الرمله في الكلاوي. اذا الرمله في الكلاوي هما هاد لي زوكسالات هادو اللي كيولي فيهم الرمله في الكلاوي. من بعد هذيك الرمله كتجمع وكتولي في شكل حصى ومن بعد كيولي شنو كيولي كنوليو الكلاوي كنعطيهم واحد المجهود اكثر من المجهود ديالهم. اذا الا كانوا هادوك الكلاوي خصهم يمشيو بواحد 60 كيلومتر في الساعه بحال خديتي واحد الدراجه الناريه كتمشي ب 60 كيلومتر في الساعه وبغيتي تخليها تمشي ب 300 كيلومتر في الساعه اذا شنو كيوقع؟ هذيك الدراجه كتحرق. اذا شنو كيتحرق؟ هما الكلاوي. اذا هنا خصنا نردوا البال. وهنا الخلاصه ان الاعشاب هي سيف ذو حدين للكلاوي الا ما استعملناش بطريقه امنه لان تقدر توصل الانسان للقصر الكلوي. هذه المساله ردوا لها البال وخاصه علاش كناكد على هذه المساله؟ خاصه الناس الله يشافيهم اللي كيكونوا كيعانيوا من السرطان وكيمشيو بعض الناس الله يهديهم كيقول لهم حيد الدواء وسير خذ برزطم. اذا البرزطم اللي فيه واحد الكرويدات اللي قويه جدا اللي كتوصل للقصر الكلوي. نعم. اذا ردوا البال ومن بعد غادي نشوفوا الناس اللي ما خصهمش اصلا يستعملوا هذه المواد. هذا هو السؤال اللي نطرح لك دكتور عماد لانه الامراض ديال الكلي كاين الناس اللي يعملوا يعني التصفيه دائما كنظن ممنوع منعا باتا انهم ياخذوا اي نوع من انواع الاعشاب. طيب كاين الناس مثلا اللي عندهم الحجر في الكلاوي كاين الناس اللي عندهم مثلا تسمع الكلوه منفوخه او لا بعض الامراض يعني واش من الكلوه كتقاس خاصنا نحبسوا الاعشاب او كاينه بعض الامور اللي ممكن نتجاوزوا فيها ماشي مشكل؟ بدل الكلوه خصنا نحافظوا عليها من الاعشاب. هذه اول حاجه بدا لان خص يكون ذاك لو دوزاج اللي لاحظتي ان دائما في الوصفات كنركزوا على المقدار وكنركزوا على الكميه. اييه حيت هذاك مهم جدا. علاش المقدار والكميه؟ حيت باش كنعطيو حتى للجسم دوك لي توكسين كاع نقولوا حنا حيت ما كاينش شي ماده طبيعيه او بيولوجيه ما كتفرز ليناش فضلات سامه. راه حتى اللحم اللي كناكلو كيفرز فضلات. راه حتى اي حاجه كناكلوها كتدخل للداس ديالنا كتعطينا فضلات اللي كتبقى في الدم. كاين اللي كيتغلب عليها الكلاوي وكتخرج وكاين اللي كتبقى. اذا هنا حنا شنو كنديروا؟ ان في استعمال الاعشاب واخا كتكون العشبه كتصلح لواحد العلاج معين ولا واحد المساعده علاجيه معينه ولكن دائما كنراعيو القيمه السامه ديال المكونات اللي فيها. حيت دابا ملي حنا كصيادله مثلا او صيدلانيات ملي كتجي كدير واحد التحليله او كدير واحد النبته فدائما كيكون عندنا مسموح بواحد الكميه قليله ديال السموم في النباتات اللي ان الا دخلت للداس ديالنا كتخلص منها دغيا. ولكن الا ما تخادش داكشي بواحد القيمه مناسبه واحد القيمه اللي هي مضبوطه هنا كيولي عندنا مشاكل ديال الكلاوي. فاولا بعد هذه مساله بدون نقاش اننا كما كناخذوا كما قلنا كناخذوا هاد النباتات بقيم متساويه يعني بقيم امنه باش نحافظوا على الكلاوي ديالنا. ولكن اي واحد عنده الناس كيمرضوا بالكلاوي في العائله ديالهم فهو مرض وراثي بحال الطونسيون وبحال السكر وبحال القلب. فهادو امراض اللي كتكون وراثيه. اذا هنا خصو يرد البال انه تكون عنده واحد الحميه متوازنه ما يكونش فيها البروتينات بزاف ما يكونش فيها الاملاح المعدنيه بزاف ويحافظ على الصحه ديال الكلاوي لان في اي وقت كيمكن هاد الاخت ولا هاد الاخ يتصاب بهذا المشكل هذا ديال الكلاوي. الحجر في الكلاوي هذا منعا باتا يعني بدون نقاش ما خصناش نقربوا لحتى شي نبته. واخا نقولوا حنا اللي كنطيبوا ماشي مشكل. الكمون هذه كنهضر على النباتات اللي كتكون قويه وكتكون حاره دونك منهم مثلا النبته اللي كيستعملوا بزاف اللي كتسمى هرست الحجر. هرست الحجر اللي من نباتات اللي هي نباتات سامه اللي خصنا نردوا البال في الاستعمال ديالها. فبزاف ديال الناس كيستعملوها فهذه النبته كيمكن تبوشي لينا دوك العروقه ديال الكلاوي وكيمكن شنو دير تعطينا واحد الارتفاع مهول ديال الضغط الدموي.
وهنا لا قدر الله الانسان كيمكن يطرطق عليه شي عرق في الراس ديالو ونوليو في المشاكل. فمن الاحسن اننا نتجنبوا هاد النباتات. علاش؟ لان داك الحجره خصها تخرج، وخصها تخرج خصنا نبقاو محافظين عليها. سواء شوف الطبيب كيفاش ملي كيشوفها واش كيتعطى غير الماء وكيبقى متبع معاهم الحاله حتى كيتخلص منها الانسان. ولا في بعض الحالات كتكون ديك الحجره صافي وحلات ما كيمكنش انها تخرج، كتكون واحد التدخل جراحي. هادشي اللي كاين. يعني ما نبقاوش اننا غير نسمعوا في الوصفات وفي الاعشاب ونخلطوا. والابهى من هذا اننا كن كما كنقولوا حنا كان امبروفيزيوني، يعني كما كنقولوا حنا كنمشيو لواحد الخيال واسع. مثلا كنقولوا حجره كيسحبوا مراه هي سكره، كيقول غنزيد عليها خل التفاح غدوب. لا ما غدوبش، راه ما يمكنش غتاخذ خل التفاح وتخوي على حجر. راه حجره راه حجر، راه دوك صالات راه حتى الحجر اللي كنشوفوا داك الحجر اللي كيكون اللي يعني اللي كيتباع مثلا في بعض المناطق بحال افران بحال الازروف، هذه المناطق اللي كتكون فيها هذه المناطق بركانيه، فهذاك حجر. اذا الحجر ما يمكنش غنخوي عليه الماء خل التفاح وغادي يدوب، غادي يتفرتت. خصو يتفرتت. يعني كاين جوج تقنيات، يا اما كتكون الجراحه باش كتحيد، ودابا ولاو تقنيات جداد اللي كتمشي عن طريق اللازر. اذا شنو كيدار؟ كيمشي مباشره فين كاينه الحصى وكيتضرب باللازر كيتفتت وكيحيدوا الطبيب الجراح المختص في فليغولوجي، يعني المختص في المسالك البوليه. اذا هذه المساله نحاولوا نركزوا عليها لانها مهمه جدا، لان الانسان اللي عنده الحجر في الكلاوي وخذا الاعشاب راه كيمكن يموت قدر الله. هادشي علاش انا يعني بغيت نركز على هذه المساله، حيت وكنشكرك على هذا السؤال، لان بزاف ديال الناس كل عائلة على الأقل كتلقى ثلاثة أربعة الأفراد عندهم الحجر في الكلاوي، وكيقول لك غنمشي نشرب هراس الحجر، ولا غادي نشرب جو سي با واحد الخليط عجيب، دير واحد الخلطة باش نطيح الحجرة. فهذه مسألة مغلوطة ونحاولوا نتجنبوا. طيب واضحة الفكرة دكتور عماد، وكنتمناو هذه الأمور ما نبقاوش ناخذوها ببساطة، راه الصحة ديالنا هذه. وللأسف كيف ما قلتي خيالنا كيمشي بعيد دكتور عماد، وكنبداو نجربوا وصفات جربوها ناس آخرين، راه بيوقف معاه وموقعتش كارثة. هذا لا يعني أنه انت راه بحاله، لانه الجسم ديال كل انسان مختلف وحالات اختلافيه. دابا كتلقى السيده مثلا ولا السيد راه فيه الكلاوي، مشى عند الطبيب ودار العمليه ولا بخير، وكيمشي عند الصديق ديالو ولا الاخت كتمشي عند الصديقه ديالها وكتقول لها لا خذي هذه النبته وشربي هذه النبته. راه دابا فهمتي دابا المشكل هو كيقلب على المشكله، هو ما عارفش، هو يعني ما عارفش حتى الاعراض الجانبيه وغير كيهضر. فهاد المساله هذه خصنا حتى نحاولوا نتفاداوها، لان هذه المساله خطيره بزاف. شكرا لك دكتور عماد على كل هاد التوضيحات، وكنتمناو ناخذوها بعين الاعتبار. ناخذوا فاطمه من الدار البيضاء، مرحبا بك معنا فاطمه. السلام عليكم لاله. وعليكم السلام، مرحبا. الحمد لله اليوم توصلت من نقد الخط ديالكم، راه تقريبا اكثر من عامين هذه، واليوم عاد جا الخط. مرحبا بك فاطمه، تفضلي. الموضوع اللي عندي الله يخليك دكتور ميزان، ماشي الاعشاب، حتى المكملات الغذائيه انا عندي دابا تخوف منها، لانني بديت كناخذها وما عرفتش واش عندها شي تاثير على الصحه ديالي او لا. انا كنعاني من الغده الدرقيه. وعندي فيها دونودي، وحده في لاكوش وحده في لادغواس. هي وشنو التشخيص ديال الطبيب؟ شنو كيقول لك؟ بان ما كاينش خطر. دابا فينالمون قال لي اختي غادي يدير لي واحد التجربه من الكواتر ويشوفها كيفاش كيفاش دايره. اي غادي يهز واحد بريليفمون من هذيك النوديول، يعني غادي كياخذ مزيان. هذا التحليله مهمه، التحليله هذه. ولكن تخوفت من هاد التحليله، كما كنقولوا دائما الناس شي كيقول لك ديرها، شي تقول ما ديرهاش، ما عرفتش كيفاش. وا شوف، بديت كناخذ المكملات الغذائيه من هذاك الفطر الريشي. جانو ار جي. لا داعي، نعم لا داعي لديك الاسماء. المهم الفطر الريشي داكور، عصير الموانزي واش ما عندوش تأثير على الكواتر؟ فشوف، المكملات الغذائية حاجة، والمسائل الهرمونية وكل ما هو هرموني، كل ما هو اضطراب هرموني حاجة أخرى. إذا بعد أول حاجة الاضطرابات الهرمونية، أول حاجة الإنسان كيولي عنده اضطراب هرموني في الداس ديالو كيخصو يوقف يدير بوز. سيوقف. علاش؟ لأن الداس شعلات واحد البولة حمراء. بحال السيارة، كيكون الإنسان غادي كتشعليه البولة حمراء ديال الزيت، ولا كتشعليه واحد البولة حمراء اللي واحد العطب خطير في الموتور ديالو، خصو يوقف، لأن إلا زاد كيحرق الموتور. علاش قلت لك هاد الهضرة أختي؟ لأن الغدة الدرقية ملي كيكون فيها اضطراب، أي حاجة وأي نبتة تعطات بطريقة عشوائية كيمكن تقلب هذاك الاضطراب، وإلا كان الإنسان عنده مرض عادي
كيقدر يتقلب المرض خبيث. حنا ماشي كنقولوا انت عندك مرض خبيث، انا غير كننبهك الخطوره وكنشكرك على هذا السؤال، لان من خلالك بزاف ديال الاخوات والاخوان كيسمعوا لينا عندهم هذه الاضطرابات ديال الغده الدرقيه، وكيمشيو يقلبوا على الاعشاب وكيمشيو يقلبوا على الخلطات وما كيبغيوش يمشيو عند الطبيب المختص ولا الطبيبه المختصه. اذا بعدا هذيك لا غلوند، هذيك الغده اللي هي كديره لي هذه الاضطرابات، خصني نعرف المشكل ديالها شنو هو، حيت راه ماشي الغده الدرقيه فيها اضطراب، يعني راه الغده الدرقيه مريضه بوحدها، راه تقدر يكون عندنا داكشي جاي من الدماغ، راه كاينين غدد تحت الدماغ اللي كياثروا على الغده الدرقيه، كاينين غدد اللي مثلا عند النساء اللي هما الغدد اللي كيفرزوا الهرمونات الانثويه كياثروا على الغده الدرقيه، فهنا الغدد عندها واحد الاتصال متوازن مع بعضياتها، وخاصه الغده الدرقيه شناهي هي لا باتري اللي كتحرك لينا الذات. شي دابا نعطي واحد المثال، ديك مثلا ديك الشينيون اللي كتلي كدور، راه الا ما عطيناهاش واحد الضو كبير راه ما غدورش، راه هكاك الذات، راه الباتري ديالها اللي كتخدمها راه هي الغده الدرقيه، راه الا كان فيها خلل هذيك لا باتري ما كتبقاش كتخدم مزيان، والذات ما كتوليش كتخدم مزيان. اذا اول حاجه الهرمونات كنمشيو بعدا نديرو التحاليل، خصك تشوف فيها النوندوكرينولوج، يعني اختصاصي في فوالا اختصاصي في الغدد. خرجت لي تي 3.1.83 ايه خرجت لي 15.8 و تي 29 ديال المضادات الحيويه، المضادات الاجسام بليطو، يعني فالحمد لله. اذا هنا بعدا عندك الامور حميده اللهم لك الحمد، هي غدير لك داك البخليف مو غير باش تاكد، غير انا قلت لك اختي شوف هذاك الهرمونات كمية الطبيب كنمشيو عنده، فبعدا هذه مزيانه مشيتي عند الطبيب كيعرف الحاله ديال الغده الدرقيه، وكيولي كيعطيك واحد لو دوزاج دوغمون، حيت القيمه اللي غنعطيك انا ديال الهرمونات اللي غتعطيك الطبيبه المختصه في الغدد ولا الطبيب راه ديالك انت، راه ماشي هو ديال مريض اخرى، ماشي هو ديال مريض اخر، كل واحد عنده ذاك القياس. راه كاين شوف ديال الغده انا خدت تقريبا هذيك اكثر من 20 عام فوالا، والحمد لله ياك ما كاين الحمد لله، هو الحمد لله دائما الحمد لله. فشوف مره كتطلع لي في لادوز، مره كتنقص لي منها وهكذا، ايوا الحمد لله. واش هاد الدينودين اللي خرجوا داغنيه هما اللي برزطوني؟ ما غيبرزطوكش لان كيخرجوا، كاينين دينودين، حنا شوف كاينين الناس اللي كيعيشوا بلي نودول وحامدين وما فيهم حتى شي مشكل ديال اضطرابات الغده الدرقيه، هي بغات دير البريليفمون غير باش تاكد، وكوني على يقين بان ان شاء الله الامور راه غتكون بخير، ما غتكونش شي حاجه اللي هي خطيره، حيت داكشي كيكون عنده اعراض اخرى، ملي كيكون الله يستر شي حاجه خبيثه راه الذات كتولي عندها اعراض اخرى اللي الناس المختصين في هذا المجال كيعرفوها. فالنصيحه شوف خذي مكملات ماشي مشكل، خذي اللي بغيتي في المكملات، خاصه ان الطبيبه قالت كولي وديري كولي اي حاجه وعطاتك واحد يعني قالت لك سمحت لك باش تاخذي جميع المواد ماشي مشكل، انت غادي تحيدي عليك غير النباتات اللي كتكون حاره، تحيدي عليك مثلا اللي يقولوا لك تمشي ديري الدغموس، فتادي ما ديريش لانه فيه مشاكل ويمكن يعطيك مشاكل في الغده الدرقيه، وكذلك انك حتى حب رشاد اي حاجه فيها حب رشاد تحاولي تفاديها، لانه هو من المواد اللي كيمكن يعطيونا مضاعفات الغده الدرقيه، تشربي الماء بزاف، تاخذي التغذيه ديالك متوازنه والامور غتكون بخير، وبقاي متبعه الهرمونات ديالك، فراه الحمد لله الامور ما غتكون عندك حتى شي حاجه اللي هي خطيره وغتكون مزيان صافي ان شاء الله. شكرا لك فاطمه، غادي ناخذ ونستقبلوا فاطمه ثانيه معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخبارك؟ لاباس عليك؟ كدير لاباس عليك؟ بخير شكرا على البرامج. اهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، الله يبارك فيك. الله يخليك لينا، بارك الله فيك. ليكم ليا انتم، مرحبا. الله يبارك فيك. الله يخليك، انا عمري 58 عام. ياه تبارك الله. الله يخليك، عندي ماشي ما كناخذ حتى شي دواء لا طونسيون ولا سكر، ولكن عندي لا ليميت. اييه. المهم كناخذ دابا النافع الكرويه والبابونس كنجبين، حيت عندي بحال المعده والهضم ما عنديش، هو هذاك يوميا هذا كناخذ، واش عندهم شي خطر ولا لا؟ وكناخذ الزوان وزبعه الفستان والخرقوم على ود الكوليسترول يوميا. واخا ذكريني شنو الاول عندك، شنو المشكل اللي عندك في الاول؟ كناخذ النافع والكرويه. علاش كتاخذهم مع المعده ياك؟ المعده والهضم بحال فهمتي ملي كناكل صافي كنتوقف. والطونسيون ما عندكش طونسيون؟ لا ما عنديش طونسيون، ولكن فهمتي اذا كليت بحال كري شويه ملح اكثر ولا هذا قال لي الطبيب حيدي شويه الملحه، المهم ما عاطينيش الدواء. والسكر تا هو لا ليميت، ما عنديش تا هو الدواء ديالي. السكر لا ليميت، واخا يلا تفضلي. وعندي والاخر عندي زوان وزرعه كتان.
الكابتان تما كناخذهم مع الكوليسترول كناخذهم تما في العشيه. واش ممكن زعما تما عندهم هادشي كما كتهضر على على السميه الكلاوي وداك الشيء واش عندهم شي خطر؟ هادو كناخذهم يوميا. سؤال مهم جدا هذا السؤال هذا اللي سولتي اختي. الله يخليك راه كنثق فيك. وعندي واحد اسئله على بنتي عفاك عندها دخل الموضوع اللي كان ممكن عندها. يلا تفضلي تفضلي ماشي مشكل. 25 عام بارك الله فيك. 25 عام بارك الله فيك. الله يخليك صحتك وعافيتك. الله صالات لي زيتي ديالها وداك الشيء غدخل سوق العمل وفيها الشيء تبارك الله. الله يكمل عليها بخير ان شاء الله. الله يخليك صحتك دكتور. واخ مرحبا. عندها الشيء وعندها التساقط واخ وعندها الحبوب في الظهر. المهم هادو لا كان ممكن تجاوبني. المهم احنا قلنا الموضوع ديال اليوم ما كتبوتش لي ولكن لا كان ممكن بارك الله فيك. ماشي مشكل ماشي مشكل تقاسموا معكم كل شيء احنا الحمد لله عائله واحده. واخا اذا غادي نجاوب عليها دكتور عماد من بعد هذا الفاصل. خليكم معنا على راديو اصوات. عماد وقفنا مع السؤال ديال فاطمه على عندها سؤال كيخص الشعر بنتها فيها الشيب والشعر كيطيح. قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال كان عندها سؤال بخصوص بعض النباتات وبعض الاعشاب. نعم فاول حاجه بدا يعني النباتات اللي كتاخذ على قبل الكرويه الكرويه البابونج. فشوف هذاك الخليط فيمكن لا تحتفظ غير بالبابونج دير معلقه صغيره البابونج ونص ملعقه صغيره الكرويه زيد عليها كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق وتاخذو كل ليله. نعم بالنسبه للزريعه ديال الكتان والزوان فسؤال مهم سولتنا الاخت ديالنا لان الزوان من المواد اللي خصنا نردو البال للكلاوي. راه الناس كيعانيو من الكلاوي راه الزوان ليس يعني بالماده اللي خصهم ياخذوها او بالماده الطبيعيه. علاش؟ لانه هو ثقيل وعندنا فيه واحد الرواسب اللي صعيبه دوك لي زوكسالات كيكونوا فيه مركزين كيقدر يمشيو للكلاوي. اما زرعه الكتان فحنا هضرنا عليها شحال من مره. زرعه الكتان ما كنفوتوش في الاستعمال ديالها 15 يوم وما خصناش نفوتو معلقه كبيره في اليوم لان الا فتنا هاد الدوزاج هذا فهو كتكون ايباتوتوكسيك يعني كتعطينا واحد التسمم للكبد. هذا بالنسبه للكنباتات او كمواد طبيعي. بالنسبه للكوليسترول فلا علاقه بين الزوان وزريعه الكتان والكوليسترول. الكوليسترول كيخص بعض الادويه معينه باش كتحاول تنقصوا لان ما يمكنش غادي نقصوا بالنباتات. الا بغينا نديروا المساعده فالمساعده للكوليسترول فمثلا كناخذوا الزريعه ديال القوق. زريعه القوق اللي كتكون كتباع في عند المعشابات كناخذوا معلقه صغيره ديالها وكنضيفوا لها كاس صغير ديال الماء المغلى كنخليوها تطلق واحد ساعتين ومن بعد كنشربوا هذا الخليط هذا في الليل. اذا هذا هو باش يمكننا نساعدوا. بالنسبه للبنت ديالها البنيته ديالها فالشيب والتساقط نحاولوا نديروا واحد الوصفه اللي كتجمع هذه المكونات يعني التساقط واللي توقف الشيب. فغادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الحبه السوداء مطحونه ومغربله. ناخذوا ثلاثه المعالق كبار ديال زيت السلميه وناخذوا كاس صغير ديال زيت الزيتون. نحطوا هذا الخليط هذا كامل في حمام مريم مده ديال نصف ساعه نخليوه ليله. من بعد هذا الخليط هذا كنصفيو وكندهنوا به جلدات شعرنا وشعرنا كنخليوه مده ساعه وكنوصلوا العمليه كنديروا جوج المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال ثلاثه اشهر. بالنسبه للحبوب اللي كيكون في الظهر او اللي كيكون حكاها شكل حب الشباب فغنديروا وصفه للبنيته ديالها وجميع يعني اللي عنده هذا المشكل هذا. فمعلقه كبيره ديال الزعتر كنطبخوها في كاس صغير ديال خل التفاح حتى كتطبخ مزيان كنصفيوها كنديروها في الثلاجه وكندهنوا بها يعني البلايص اللي عندنا فيهم هاد الحبوب هذا كنخليوه نصف ساعه ومن بعد كنغسلوه وكنداوموا عليه مده ديال جوج ديال المرات في الاسبوع. طيب هذه وصفه بالنسبه للحبوب الحبوب وحب الشباب اللي كيكون في يعني في الوجه وكيكون كذلك في اي منطقه في البشره ديالنا. والوصفه الاولى كانت وصفه للشيب والتساقط. نعم طيب ناخذوا معنا السؤال ديال مريم من قلعه صراغنا. السلام عليكم مريم. السلام عليكم لاله اختي. اخبارك لاباس؟ لاباس عليك اخويا عماد. الحمد لله اختي مكنسمع صوتكم الله يبارك فيك. الله يجازيك بخير اخويا عماد. عندي واحد السؤال. واحد البنيه عندها 11 سنه عندها فقر الدم كتسقط لها شعرها وعندي لها واحد ضربه هنا في الاخر ديال عينها بقات لك الحفره وبغيتي حاجه طبيعيه نحيد لك ديك الجرحه اللي بقات لها هنايا القن تاع العين ديالها. فالحفره الا كانت داخله فكيخص التدخل الطبي يعني ما يمكنش. لا ماشي بزاف دابا عامين هذه باش هي وقعت كنطحت ليا كتلعب وبقات لك الاماره هنا تجر عينها ما عرقاش بزاف هي بقات ليها هنايا بغيت حي طبيعي. الله يجازيك بخير. واخا ان شاء الله نفيدك ان شاء الله خليك في الاستماع. مرحبا. نعم فغادي ناخذوا معلقه صغيره ديال غذاء ملكه النحل ثلاثه المعالق كبار ديال
عسل الحور واخا يكون ديال الليمون ماشي مشكل، ومعلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو. اذا نخلطوها ندهنوا بهم كمساج في البلايص اللي كيكون عندنا فيهم هاد الاثار السيكاتريس، كنخليوها نصف ساعه ومن بعد كنغسلوها. العمليه كنديروها نهاريه ونهار لا، وكنبقاو مداومين عليها حتى كنحسوا بان ديك البلاصه السيكاتريس طفات وما بقاتش. طيب عندنا السؤال، الا ما كانتش غارقه اكيد، الا ما كانتش غارقه اللي ما خصش تدخل طبي. السؤال ديال اسماء، كتقول لك دكتور عماد اسماء بو بودرقه، واش الحليب والمشتقات ديالو عنده ضرر على الكلاوي ديالنا؟ نعم. وشنو هي الاسباب اللي كتخلي داك الحجر الرقيق يتكون في الكلي بصفه متكرره؟ نعم، فسؤال مهم، سؤال مهم جدا. الحليب والمشتقات ديالو بالفعل يقدر يعطينا المشكل الكلاوي، لان فيه الكالسيوم. الكالسيوم، لان الكالسيوم كنعرفوه هو من المواد اللي كتعطينا دوك المتحجرات ولا لي زوكسالات، ولا كاينين كما كنقولوا حنايا واحد الاحجار اللي كتكون اباز ديال الكالسيوم. فهاد الكالسيوم هذا الا كان الانسان كياخذو وكان عنده الكلاوي ضعاف، او واحد الخلل كيكون في الكلاوي، شنو هو؟ انه ما كيذوبش لينا هذوك الاملاح المعدنيه. اذا ملي ما كيذوبوش اشنو كيوقع لهم؟ منين كتبقى كيتجمع كيبدا في الاول بالتراب يعني بالرمله، ومن بعد هاد المكونات اش كدير؟ كتولي كتلاصق مع بعضياتها، وداك التلاصق ديالها مع بعضياتها هو اللي كيولي كيعطينا هاد التكوين ديال الحجر. الحجر اكيد الا كان كما قلنا وراثي، ولا كانت الكلوة فيها هاد 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 الجين، هذا الجينات اللي كتعطينا الانتاج ديال الحجر، فاكيد ان الكلوة غتولي كتنتج لنا الحجر. وإلا خدينا اي ماده كيكون فيها هاد يمكن تعطينا هاد الرواسب، كيمكن تصايب لنا يعني تنتج لنا الحجر. والجواب هو ان الكلوة وراثيا، يعني ماشي الكلوة كتكون عندها القابليه ان من عند الله انها كتولي كتنتج لنا هاد الحجر. نعم، طيب واضحه الفكره، وحنا غادي نوصلوا معكم وغناخذوا سلوى من سيدي سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيداير اختي رمي؟ مزيان. مرحبا بك سلوى، تفضلي. عندك اختي، بغيت نسولكم سؤال خارج السؤال اللي عطيته اليوم. تفضلي سلوى. عندك اختي، انا ان شاء الله مقبله ان شاء الله على العرس، وعندي ان شاء الله العرس من مريض الكبير، وبغيت الدكتور الله يبارك فيك اختي، وبغيت الدكتور عماد ان شاء الله يعطيني ان شاء الله شي وصفه للوجه ديالي فيها الحبوب وفيها الطبايع، وبغيت يعطيني شي وصفه ان شاء الله تكون سهله ان شاء الله. ان شاء الله، والله يكمل كل شيء بخير ان شاء الله يا ربي. الله يكمل كل شيء بخير ان شاء الله اختي، وبالرفاه والبنين. فاول حاجه، واخا ندير وصفه بسيطه لكل جميع العروسات المقبلين للزواج، فغادي ناخذ معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون، معلقه كبيره ديال الذره مطحونه، يعني الذره تكون يابسه وطحنيها، تاخذي معلقه كبيره ديالها، معلقه صغيره ديال الطين الاخضر، وتزيدي عليهم ثلاثة ديال المعالق كبار ديال الحليب سخون، يكون سخون مغلي مزيان. خلطيها هاد الخلطة هادي كامل، وإلا جاتك عاقتها يعني جا مع راسها بزاف، يمكن لك تزيدي واحد المعلقة كبيرة حتى لجوج ديال الحليب سخون. من بعد هاد الماسك كيدار على البشرة وعلى الرقبة، كيبقى مدة ديال نصف ساعة، ومن بعد كيتغسل. وهاد العملية غديرها جوج المرات في الأسبوع، وغادي تبقاي مداومة عليها دائما دائما إن شاء الله تتقرب المناسبة ديالك. الله يكمل كل شيء بخير عليك وعلى جميع الأخوات. مرحبا بك سلوى. غناخذ السؤال ديال عابرة. دكتور عماد كتقول لك عمها عنده في السن أكثر من 80 سنة، تبارك الله تبارك الله، ومريض بالضغط والنقرس والكلي ومهدد بالدياليز، والطبيبة منعت عليه الدلاح رغم أنه مزيان للكلي. وشكرا. لا دابا شكون اللي قال مزيان الكلي؟ لا طبيبة. لا عابر هي الطبيبة راه منعت، ولكن لا هما تيقولوا بأنه مزيان الكلي، فكنحاولوا نبسطوا شويه باش نخرجوا من ذاك الجو ديال يعني الانسان وديال المرض. احنا بعد الفتره ما كنتقبلوش غير راس الطبيب بالفعل. فهذا هو اللي كاين. فبعد الله يشافي، الله يشافي هذا السيد هذا، الله يشافيه ويقعد وساده على خير. متفق معاه، لان دابا مشات الانترنت لقات بان الدلاح مهم جدا الكلاوي، وكيعطي كيفرز لينا يعني لي توكسين اللي كيكونوا دوك السموم، وكيعطي واحد الاشتغال مهم للكلاوي. متفق معك، ولكن الكلاوي اللي كيكونوا سليمين. اما الكلاوي منين كنوصلوا لمرحله ما قبل الدياليز ولا مرحله الدياليز كنحبسوا. علاش؟ هنا كتولي الماكله ديال الدراري الصغار. وي
كيولي بحال دوك الكليوات عند هاد السيد هادو الله يشافيهم كاملين، وراه ماشي سهله، راه مساله ماشي سهله، واخا حنا كتجينا بكل بساطه الله يحسن عوانهم، وكيعانيوا هاد الناس، وهاد الناس هادو زعما برافو عليهم، ويعني الله يعطيهم الصبر والله يقويهم، لان هاد المساله راه ماشي مساله سهله بزاف. اذا هنا ملي كيولي يصلوا الكلاوي لهاد الحاله كما قلنا كيوليو بحال الكلاوي ديال التربيه، اذا كيولي واحد التقديه معينه، كيولي كيخص يدخل الاملاح المعدنيه للداس بقيمه، كيولي كيخص الماء يدخل بقيمه، كيخص واحد النوعيه ديال الماء كذلك، ان خص الماء اللي كيكون كيتغلى وكيتدار، يعني حتى الماء اللي كيكون فيه الاملاح المعدنيه حتى هو كيكون ممنوع، كاين واحد الحميه كتكون خاصه. فإلا مشى تاخذ الدلاح، إلا كان الحمد لله مازال ما وصلش لفترة الدياليز، راه إلا مشى تاخذه راه هو غادي نقول ليها الله اللي عارف، راه ولكن بواحد 65% راه هو كيسرع أنه يمشي للدياليز. طيب هذه المسألة ردوا لها البال، ويكون عافاكم اللي مريض بالكلاوي وكيدير الدياليز ولا عنده المرحلة ما قبل الدياليز يلتزم بالريجيم ديال الطبيب، حيت مهم جدا، حيت هذاك الريجيم هو الدواء، هو العلاج. راه الا الانسان تبع الريجيم ديالو ما كيخاف من حتى حاجه، كلشي غيدوز بخير ان شاء الله تعالى. هادشي اللي كنتمناو. عندنا سؤال ديال واحد الاخت الاسم ديالها هنا ذكريات، انا قلت لها تصيفط لي الاسم ولكن ما صيفطاتليش، ورغم ذلك انا غنقرا السؤال ديالها، لانه بعض الخطرات انا بعض الاسئله كتجيني غريبه جدا، يمكن ما كنعرفوش، جميل اننا نتواصلوا، جميل ان الناس يطرحوا بحال هذه الاسئله باش نوعوا كاملين. بالفعل كتسول على بنت اختها، هذه البنيته انا غادي نشوفوها كيف ما كنشوف في الصوره عماد، بنيته عندها عام، الشعر ديالها كنظن طبيعي انه يكون بحال هكذا خفيف، كاركتير راه عندها ياك. اذا كاين اللي عام وراه ما عندوش شعر، باقي ما عندوش شعر، وكاين اللي تبارك الله من خلقه تيكون شعره قوي. هاد الناس هازين دبيله لهاد البنيته، هي اليوم كترضع رضاعتها طبيعيه والبنيته في صحه جيده، ولكن في عام كيقلبوا لها على وصفه لتقويه الشعر. نعم. ومن بين هاد الوصفات بغاو يديروا لها زيت الحبه السوداء، وكيسولوك دكتور عماد واش الكميه، شحال الكميه وشحال المده، واش ما عندوش شي تاثير، او واش كاينه شي وصفه اخرى ممكن تعطيها البنيته عندها عام رضيعه باش نقويوا لها الشعر ديالها. فشوف بدا هذه باينه هي الحفيده الاولى، خايفين عليها ودايرين في عيوناتهم. الله يخليها لهم، الله يخليها لهم، امين يا ربي، فرحوا بها، الله يمتعها برضاهم ان شاء الله. ان شاء الله. ولكن شوف غير واحد المساله ديال الشعر، الشعر ديال الوليدات الصغار راه كيتبدل، سواء راه كاين اللي ما عندوش كاع الشعر ما كيكونش، فهمتي، وكاين اللي كيكبر ما كيبقاش بحالي انا دابا. فشوف خاصه عافاك عطيهم اتصال الوليدات الصغار، سمحوا لي على هذه الكلمه هذه، وخاصه ديك المساله ديال 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 الموس، ديال انا ضد هذه المساله ديال الغازواغ، ضد هذه المساله. كيكون مثلا الشعير بحال هكا كما شفنا راه كاين، انا راه كاين وكيكون رطب تبارك الله، راه كاين شعر وكينوضوا كيحسنوا ليهم، يعني كيحيدوا داك الشعر من الجذر ديالو على اساس انه غادي يخلف، هو راه ما كيخلفش، لان داك الجذر اللي كيكون عندنا لاصق في المسام مازال ما اكتملش النمو ديالو. اذا اون فوا كنقطعوه اش كيوقع؟ كيوقع بان داك الجذر ما كيبقاش كينوض على صح، كيولي كيحراش وكتبدل الزغبه. إذن اول حاجه بالنسبه للوليدات الصغار ممنوع منع كليا نستعملوا زيت الحبه السوداء، لانها من الزيوت اللي قاصحه، راه هي اصلا زيت الحبه السوداء راه علاش سميتوها؟ راه كتلسع، راه انسان كبير وما كيستحملهاش، فما بالك الدري الصغير، البنيته صغيره ولا الدري صغير، وخاصه الا مشات تدخلت ليه مع المسام فكيمكن تاثر ليه على الصحه ديالو. البنيته يخليوها يعني ما يديروا لها حتى حاجه، بغيتوا تصايبوا لها شي سيروم للشعر مثلا، نقولوا حنا نديروا الخاطر ماشي مشكل، ولكن كاين زيت لافوكا مثلا مزيانه، زيت اللوز الحلو، زيت البابونج، ثلاثه ديال الزيوت للاطفال اللي من رضع حتى ل 13 عام. فكاين يا اما زيت البابونج، يا اما زيت اللوز الحلو، يا اما زيت لافوكا، صافي شويه منها وتدهن كسيروم مزيان ترطيب للبشره ديالهم. ولكن ان الشعر راه عنده وقته، كاين اضطرابات، كاين الهرمونات اللي غيجيو من بعد، كاين بزاف ديال الامور، والامور غتكون بها. وعلينا راه الشعر ديال هاد البنيته راه عادي جدا بالنسبه لسنه، راه كاين اللي اقل يعني اكثر من سنه وباقي ما ناضلوش الشعر يعني كثير، ما نخافوش شي بزاف. غادي نواصلوا معك دكتور عماد ومع المستمعين ديالنا من بعد الفاصل، خليكم معنا. هادي سنه ونصف عندها جوج ديال الحجرات في الكلي، وحده منفوخه، قالت مشيت عند دكتور عام وقال لي بلي نشرب غير الماء المعدني وغادي يطيح، ولكن مازال ما طاحت، ودابا كنشرب المعنوس مغلي والحامض والعسل، واش كاين شي تاثير؟ الله يجازيك بخير. المعنوس مغلي، الحامض والعسل. نعم، فبدا كنشكر على هذا السؤال، هذه مساله مهمه جدا، وهذه القضيه ديال المعنوس
كانوا فيديوهات متداولة وكانت شي واحد دائرة في, 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 في الفيسبوك وفي في مواقع التواصل الاجتماعي. غير هو واخا نقول احنا المدنوس بغض النظر على المدنوس انه مثلا غيصلاح الكلاوي، ولكن باش نجي نقول ان خصنا نحيدوا العلاج، ولا بالنسبة للناس اللي كيديروا الدياليز نحيدوا الدياليز ونمشيو ناخذوا المعدنوس، فهنا راه كنقتلوا الناس. من بعض العباره هذه ديال المعدنوس من الاعشاب كذلك اللي فيه واحد الرواسب، والمعدنوس حتى هو من الاعشاب اللي خصنا ناخذوا الحذر في الاستعمال ديالها. حيت ملي كنستعمل كنقول واحد النبته ولا واحد الماده طبيعيه حميده ولا صديقه الكيليك، راه ملي كيكونوا الكيلي علاه في واحد الصحه جيده، ولكن راه الكيلي ملي كيولي عنده مشكل وخلل راه هنا ما بقيناش غادي نهضروا على سميتو على الصحه ديال الكيلي. هنا كيفاش خصنا نرموا دوك الكيلي؟ نعطيك انا مثال، الانسان لا قدر الله تهرس من واحد الرجل، راه هو رياضي وكيدير سبور وكيدير الاتليتيزم، راه ماشي هو مهرس من ديك الرجل غنقولوا نوض سير جري بها، ما يمكنش، راه خصها تعالج الرجل. راه نفس الشيء، راه الكلاوي او النبسات اللي كتصلح الكلاوي واللي كتكون حميده الكلاوي ولا كما كنقولوا كصلاح الكلاوي، راه خصها تكون الكلوه في صحه جيده. كاين الحجر، كاين الكلوه منفوخه، كاين الكلوه فيها الرمله، الكلوه كدير دياليز او الكلوه ما كتخدمش بواحد الطريقه اللي هي منتظمه، ضروري كنلتزموا بالطبيب. هذا من جهه، من جهه اخرى الاخت ديالنا كنقول لها دابا غدوزي للمرحله الثانيه، غتمشي عند النيفخولوج اختصاصي في امراض الكيلي. نيفخولوج اختصاصي في امراض الكيلي، هو اللي خصو يشوفها، هو اللي خصو يدير لها واحد التحاليل معينه، لانه اكثر تخصص وانه التخصص ديالو اعمق من هذا، يعني من الطبيب العادي. علاش؟ لان هذيك الحجره الا بقات لك في الكلاوي ديالك راه غتعطيك مضاعفات اللي غتكون خطيره جدا والتي لا يحمد عقباها. اذا هذه هي النصيحه ديالي للاخت ديالنا. عندنا سؤال ديال مينا ادار اللي كتقول لك دكتور عماد، انا كان او عفوا ايمان كتسول على الكواتر شنو هما، يعني الاعشاب اللي تقدر تشرب، هي كتاخذ دو ديال الكواتر. نعم، فكما ذكرنا ان الاعشاب اللي كتكون حاره خصها تتفاداها، والاعشاب يمكن لها تاخذ هي الاعشاب البسيطه اللي كنستعملوا، هي مثلا بابونج، العطريه، الكمون، بابونج، السالميه مثلا مزيان، النعناع حتى هو مزيان، مرد الدوش مزيانه، البابونج كما ذكرتي مزيان، النافع. نعم، السؤال ديال غزلان، كنشرب الفوه والكركديل كل نهار نصف كاس في الصباح، واش ما عنده حتى شي تاثير؟ ماشي مشكل، غير ما يكونش عندك يعني ما يكونش الحمل. وعلى في هذا السياق ديال الحمل، سيده حامل اللي يلاه في الشهر ديالها الاول وبغات شي وصفه للتخلص من الدوالي اولا لي فاغيس، واش كاينه شي وصفه؟ نعم، فغتاخذ معلقه كبيره ديال زيت الجوجوبا، معلقه كبيره ديال زيت النعناع، ومعلقه كبيره ديال زيت لوز الحلو، تخلطهم تولي دير مساج في البلايص اللي عندها فيها المشكل ديال الدوالي. نعم، السؤال كيتكرر كل حلقه وضروري ما كل حلقه نعطي وصفه لتقويه الشعر، الشعر اللي فيه فراغات بشكل كبير، هذا سؤال تكرر عندي بزاف اليوم، وصفه للمساعده على ملء ذوك الفراغات. واخا نحاولوا نغيروا شويه اليوم، نديروا بعض المكونات اللي كتجي غريبه لانك تستعمل الشعر ولكن مهمه جدا. كاين الكمون، فيها لاكومين. كمون. وي. كمون مهم جدا للجمال والشعر. طيب. يجربوا هذه الوصفه. هذه شي حلقه خاصه نديروها على الكمون. مرحبا. صافي. اذا كاينه لاكومين. لاكومين مهمه جدا للجمال. اذا تاخذوا معلقه كبيره الكمون، معلقه كبيره النافع، فيه لانيتول. وغديروا كاس صغير ديال زيت الزيتون. يتحط فوق العافيه حتى تطلع الغليه الاولى، نخليوه ليله بحال اي وصفه كنعطيكم، نصفيوه في الصباح. ندهنوا به جلدة شعرنا وشعرنا، نخليه مدة ديال ساعة، من بعد كنغسلوه. العملية غديروها جوج مرات في الأسبوع وداوموا عليها مدة ديال 3 أشهر، وإن شاء الله في الشهر الأول كتعطي النتيجة. شكرا لك دكتور عماد ميزاب على تواصلك الرائع وعلى المعلومات المفيدة وعلى كيفاش كتعاوننا نتهلاو في صحتنا وجمالنا ونستغلوا الطبيعة أجمل وأحسن استغلال. للتواصل معك دكتور عماد، الصفحة الرسمية ديالي فيسبوك جرين فار، أو القناة ديالي اليوتيوب دكتور عماد ميزاب، أو رقمي يعني 0661 28 99 78، ولا الانستغرام كذلك دكتور دي ار بوان ايماد ميساب. ومرحبا بكم، مرحبا بالاسئله ديالكم. شكرا لك، انا متابعك.